هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ذلك اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول إفريقيا. وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. حث وزير الخارجية الكوري الجنوبية كون يونغ سي كوريا الشمالية على وقف الاستفزازات على الفور وأن تختار طريق الحوار والدبلوماسية. وأدان كون إطلاق كوريا الشمالية الأخير لثلاثة صواريخ بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين. أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير ورش بمصنع موتورساتش بمدينة زاباروجيا كانت تنتج محركات لطائرات سلاح الجو الأوكراني. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إن صواريخ جوية عالية الدقة ضربت خلال اليوم الماضي ثلاث نقاط تحكم ومركز للتقنيات والاتصالات اللاسلكية في منطقة ناكولايف. ترأس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي مشيدا بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية بما يمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية. وأكد رئيس الوزراء أن الجهد المبذول في هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة مهم للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية الراهنة وما يصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء، لافتا إلى أن المشروع يساهم أيضا في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة. وصلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لمناقشة سبل تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بهدف دفع أجندة العمل المناخي وتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أهمية الابتكار والرقمنة في دفع جهود العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر، مشددة على عزم الدولة المصرية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد. أعلنت وزارة التموين ارتفاع حجم توريد القمح المحلي إلى 1,920,000 طن منذ بداية موسم الحصاد في إبريل الماضي وحتى الآن، وتستهدف الوزارة استلام 6 ملايين طن بحد أقصى خلال موسم الحصاد هذا العام، مؤكدة سداد أكثر من 14 مليار جنيه مستحقات للمزارعين.